تاريخ ذا كورن كيد ومسائل آدو خطر مركا دل لغا ايغو وداد يوغا دنب وحي استعمالين فرسماء سيدي عقلية ضدك مسلمين تا لو مصح لها وتاريخ بدنا إليه إن لوغا ترتري لها أما قاب قلدن لوغو شيغي لها. سليمان السلطان سليمان ابن السليم ابن بايزيد ابن محمد الفاتح انت أنا انكور من مقدمة أهان وحلقة يبدأتك بدينا يداوذين مسلسل عربة حوق لوغو داوذا يجرى والله إذا هذا حريم السلطان أما القرن العظيم مسلسل كاسي وحل الربائن سلطان كان ينعمان تكورم دونا لغا ورمه لكن وحل ورمه سئاد أليدته ومسلسل دمانتي ناغو يتمشو يخمري يدمر سخيامين يكو سليسا نك مسلسل كاد داوضا وحو أركياس سليمان القانوني يهي عربيد الدولة العثمانية مسلسل كوحا قري قف دمرة وفنانة والرواية قرة وميرال وكاي ليدا دوي دمت قبر تاريخ شقا كل ماها لكن مؤرخين تيرير قلبيتكو يا دتكي مسلم كالله علك ها وحي كقر قرين وحكم إذا بيصور نقل سي إيه وح سيناريها أي كقر قر حسا طيبة ما أها قبر دينك شغله بل وحي تلماما برامج تقار كود مركي اللي وريسنا يي وحي تري مرك عرض انتهى اللي يقبو لما سيقبين تركي دا مرك اللي يقو مركي مسلسل كالله صوبان ديگي تضباطن كن أو شكوه تضباطن كون الدعوة دود إن كبضن باللو قدمي وزارة أما مجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي ولا لي وحني وحقيقة لقبين شيء جيو أي إلا يي قادين وكهض لما دحوين هود وإذا هذا سليمان كانوا نقاني ماها كان أيضا كور رميسان سليمان كايسا وكور رميان وانين دقاليهنا ومجاهدة ومسلمة وفتوحات بدن له وقال هذا ماذا حرول كأوديغي إلى يوليه هاي تاريخيه هنك جرمل هل مر ليدا هذا كان هذا السلطان أشد خطرا علينا من صلاح الدين نفسه صلاح الدين اللي يبقى أنك نقدس حريي وحنك قدر رابو ليه هاي سليمان القانوني أما مؤرخ هستوريا كاله إنجريسكي هارود ليدا هذا وحليه إن يوم موت السلطان سليمان كان من أيام أعياد النصارى بوليه جريد إني كاسي مالن تودن طي وحكم تهي بولي عيدها نود بال دقنه وننك عين كايرو بقبق يسي أما تاريخ ده إن تاليق لهم حاسدا الله قد لك أن مسألة يدين شيئا مركاه waxa jira taariikhiyahanadu markay ku waramayaan waxay sheegaan oo la yiraahdo at-taariikhu as-saghir wa at-taariikhu al-kabeer dad marka aad rabto inaad masaxdo oo dad liitaad ka dhigto waxay yiraahdaan waxa laga warama taariikhu saghirka taariikhu saghirku waa waxay gafafla midan duwal ko kale waxa laga warama bay leeyeen boqortooyada iyo dumarkii joogay iyo rag iyo dumarka joogay jinsiga dhaxmaray iyo tarafka iyo kuraasidi taalay iyo khiyaamooyinka isku sameeyeen iyo wixii la dilay iyo waxa laga warama oo qofka taariikhda akhristo wuxuu moodayaa ummada taariikhdeedu bay inay noocan u nahayd bal uu ka yiqsoonayaa inuu akhriyo مثلا هدي ما أنت إنجليز كلا جور رمو قيس كيسة بقرطوية ده يدمر كي يجوا يشري الربشادية كده يشري خيامه وين كي يسمين يشرين يستدل ده يسمين يين وهيكون مقالنا هاي الدولة دي ربها بقى على نفلهاين مع ذلك ودون دور دمجو ما يسنيه
تاريخ الكبير كنا أما تاريخ ذا ويننا وحيد هذان والدولة أما أمة داس وحي إنجازات وحصوصار أي سميسي هدو مد عسكري يهي هدو مد دقالي مد بن آدم مد علمي مد فكري مد قانون مد فاليو وحي دوني دا كسلو كرديين وبشرية دا وحي أترين هذا بابا إذا إني ما نكرر القلبات هي تاريخي هالندود يوحد ومرك عالم الإسلامي كورميانا تاريخه صغير كي سهران مرك تودا كورميانا تاريخه الكبير كي نصهران تودا وساينس هبل وحن سوكر ليه دولة دا صوحة قبطي تا صوحة دستي وحا وحي أي قبطين بي كورمانين معنين نولاش كسميني عالم الإسلامي تاريخ دي سمرك كور رميانا وحي خيامة إيا الدمر إيا الرقس تلي إيا وحي الأسقف صدي إنو عهابي صوت الماما حتى وحنا رنكرنا ومسألة بن آدم كو بدين سعى صمالي دا قبيل كيدا لغيسو نكو مركو قبيل كرير كودا كور رميو انت يقوب قوليستين إيا نو يالو عقل لا انت صامرتي إيا نندق بدنايا نوح بحيا إيا ننقب يابو كوشيغيا خيرك كلال لكن مركو كور رميو midna asoo bari ku jiray iyo maalin ay ceeboobeen iyo mar wax ka dhacay inta meelay liidatay reerka kale buu ku sheegay yani koodana taariikh kabiir ku ka sheegay reerka kalena wuxuu ka sheegay maxay taariikh sagir kisa wixii gafay geysteen ayuu ka warramaya fakadhalik taariikh darag qora wa khatar qaabka uu bandhigana wa khatar iyadoo wax la sheegaya hatta uu run yahay أي رن لسكوك اللوعين أيهم نقوم كرتها ولب التاريخ الإسلامي لبت كمي ده وحا كمي ده كتب التاريخ ده عام كامر كادون نقطين تبادن كراسي ده يبقى عربا دعي يبقى عربا قبصة ده يمبين تبادن كورمان هل كالغي يبقى تاريخ دي حضارة دي يددك يدقك مسلمين تدبك هينا دقو تكتو كتب التراجم يوح كلمي ده يكتب طبقاتيو marka culamada laga warramayo sheekhaasi waqtigu noolaa oo culo ardadiisi dadku wax u baray marka laga warramayna waa caalam kale marka taariikhu saqiirka lagu saaro kursi la isku dilay nin meel qabsaday waxa soconaysa meshba waxay ahaan jirtay meel dagaal uu yar rabshadi ka socoto adoo Suleyman al-Qanuni wuxuu dhashay taariikhda hijriga markay ahayd 900 bishii safar lixdeedii baa lagu tilmaamaa wuxuu ku dhashay magaalo la yiraahdo Trabzon. Trabzon waa magaalo ku taala Bahr al-Aswadka. Waxay ka soo horjeedaa waddankan uu imanka qabsaday Raashinka iyo Qiramka la yiraahdo Tatarkan Muslimiinta ee Raasisna ee dawladdan kale ee Ukraine ee hadda Putin qasabka ku qabsaday waxay ka mid ahayd dawladda Uthmaniyya al-Qiram baa la yiraahdo waa Tatarki ka soo horjeedkiisa ومقالك تالو حيبتا وحاو أبا يزيد الثاني أبيه والسليمان أبيه والسليم أوقين وأبا يزيد الثاني با يزيد نوحا أبيه محمد الفاتح كما معروف يلا يقانه إسطنبول نكي فرطي والسليمان كان أوقي سلبات Trabzon marku ku dhashay waxay dhaadana abihi isagoo kitaab haya ayuu inankan u dhashay dabeetana tayamunan qoys buqorto yar way ahaayeen isagoo ka barakeysan iyo u bixiyay Suleyman Nabi Suleyman iyo meelahaas inuu ekaado oo kale ayuu Suleyman ula baxay Trabzon waa magaalo qolo komnos la odhan jiray oo caayila dawladihii Byzantiyiinta hayd ay samaysteen siiba markii Istanbul ay ka qabsadeen dawladihii Latinku ay ka qabsadeen Byzantiyiinta nimankii loo oran jiray waxaana ka mid tahay dhulkii uu furtay Muhammad al-Fatih ninka Istanbul furtay ayaa magaaladana hore u furtay wuxuu ahaa wiilka qudhe ee lab ee waabihii dhalay سليم إنن كلام الله هين هبل بدن بولا ولا على هانك كاني واحد آدم وحلا كوري ويل قاد دي مدينة دو ورد علي أي صاحب هايين
qaadigaas oo nin caalim oo caalimuddiin mutasawifa ahaan jiray oo la yidhaahdo Yaxya ibn Cumar Afandi. waxa macallim u ahaan jiray Khayruddin Afandi, nin sheekh oo caan oo la odhan jiray. toban jir meelaha markuu gaadhay, dhaqankii ay lahaayeen waxay ahayd ilmaha boqorada marka la gudayo waxaa loo dhigi jiray xaflad. toban jir markuu gaadhay baa xaflad loo dhigay. aabbihii aad buu u danaynayay. markii uu qaan gaadhay kadibna awowgii baa waxaa loo weydiiyey in isna gobol loo dhiibo. dhallinta markay 20 jirada ku dhadhow yihiin ayaa gobollada yaryar la geyn jiray si ay u soo tababartaan oo maamulka ugu soo tababartaan. markaa aabbihii oo Trabzon haysta ayaa wuxuu wiilkiisa awowgii uga codsanaya inuu isna meel loo dhiibo. aabbihii Saliim baa Yaziid nimadiisa yaryar buu ka mid yahay, ninka weyno Axmed la yidhaahdaa jiro oo soo dhigaya inuu isagu boqortooyada qabsado. markay cabaar la isku celceliyey, akhiiran Kaffa meel la yidhaahdaa maamulkeeda loo dhiibay. Kaffi qiramtaasay ka tirsantay markaa, waa meeshii koowaad Sulaymaan uu madax ka noqdo. Kaffa markuu joogay muddo, markaa aabbihiina gobolka ka soo horjeeda ayuu haystaa, awowgiina waa boqorka waddanka oo dhan. aabbihii hunguri baa galay boqortooyada siduu u qabsan lahaa, isaguna dhexal sugihii rasmiga ahaa maaha. aabbihii ciidamuu ka haystay isagoo dhowr iyo 30 doonyood xawaalays wata ayuu u gudbay xaggii inanku gobolkii u haystay Qiram. gobol loo isku dayay inuu isku qabsado, isagii aabbihii Bayaziida dagaal baa dhex maray, dagaalkii waa lagu soo jebiyey. laakiin aabbihii waxay wada socdeen inkishaariyiinta nimanka la yidhaahdo. raalli ahaada taariikhdii laga waramayo, waxa fiican qofku inuu sawir guud haysto magacyada tan iyo magaalooyinkan aan akhri doono iyo waxaan oo dhammina waa wax wada jadiida. maalan kafadan sheegayo, iminka Fiidoosiya la yidhaahdaa, waagaa waxaa xukumi jiray oo laga xoreeyey Genoa, Genoadan Talyaaniga boqortooyo ka jirtay baa meesha xukumi jirtay oo lagu xoreeyey. magaalooyinka aynu sheegsheegi doonayo waxaasoo dhamma wax idinku cusub baa laga yaabaa inay noqdaan macrako u guras la yidhaahdaa aabbihii lagu soo jebiyey. akhiiran inkishaariyiinta nimanka la yidhaahdaa waa dad askarinimo gaara ay u tababari jirtay dowladda Cuhmaaniyiinta ah oo aan qabaa'il lahayn, ama ha noqdaan addoomo yaryar oo lasoo helo la xoreeyo, ama ha noqdaan caruur yaryar oo sidooda loo qaatay. dad min caruurnimadoodii qadiyadatani waa qadiyadii ay ku soo caanbaxeen ayuubiyiinta qolo la odhan jiray. markaa dad yaryar oo militarinimo loo tababaro dowla lmamaaligta maqashaane 276-ka sannadood telinaysay waa nimankan oo kale ahaayeen. waa dad loo train gareeyey askarinimo aan qabaa'il la shaqo ku lahayn iyo reerahaysahay oo dhan. inkishaariyiintaasi waxay raaceen Saliim, dabeetana odaygii baa la inqalaabay Bayaziid ahaa, boqortooyadii Saliim baa qabsaday, Sulaymaanna dagaalada kama qayb gelin, gobolkiisii yara ayuu iska joogay. markii uu qabsaday ayaa aabbihii wuxuu dagaalo la galay, walaaladiisii kale ishayeen iyo wixii oo dhan, laakiin wuu guulaystay una cala kulli xaal inuu waddanka qabsado. inankii Sulaymaan ahaa waa loo yeedhay, Istanbul baa la keenay, waa la soo dhaweeyey aabbihii baa hadda boqora. dabeetana waxaa la geeyey magaalo la yidhaahdo Manisia. Manisia waa Sanjaq. Sanjaq markaad maqasho afkii Turkiyada hore waa wilaayaadka, waa gobol nin maamulo, waa magaalo u dhow Izmir magaaladan la yidhaahdo. odayga Bayaziid la odhan jiray baana guri boqortooyo ka dhistay. inta badanna waxay ahaan jirtay dadka waliyulcahdiga noqonaya meelaha lagu sii tababaray ee dowladda ka agdhow Istanbul agteeda. Manisia la keenay markaa, Manisa meesha la yidhaahdo halkii hore ee Kaffa 3 sannadood buu xukumayey intii aabbihii madaxweyne ahaana
wuxuu xukumayay meesha tan. Ninkani waqtiga uu dhashay Sulaymaani waa markii Andalus laga soo saaray muslimiinta 1492 meelahaasaa laga soo saaray, sine 1495 meelahaasuu dhashay. Waa waqti muslimiinta galbeedka laga xoog batay, dowladaha reer galbeedkuna ay xoog bateen. Waqtigaa waxaa jira markaa laba dowladood oo aada u xoog badan oo baxriyada leh, ciidamada badda ugu tirada badan leh haysta. Sideedabana waxaad ogaataa dunida taariikhdeedii dambe dowladda badda ku xoog badan ayaa ah inta badan dowladda dunida ugu xoog badan. Ee Boortaqiisku ama Isbaanishku markay baxriyadoodu xoog badnayd, dee ilaa iyo Maraykanka waa kuwii qabsadee gumaysanayay, ilaa iyo muslimiinta soo jebiyeen North Africa oo dhan qabsaday, ra'su rajaa'i saalix meeshan Cape of Good Hope ka soo wareegay, barigiina kan qabsaday, Mombasa iyo dhulka kan oo dhan way qabsadeen, ilaa iyo Muqdisho ay qabsadeen, horuusii socday, Baabulmandab buu qabsaday, uu ka wareegay Hurmus buu qabsaday, iyo jasiiradda yare meesha ku taalla India, Ahmedabad gobolkii la odhan jiray waa haysteen ayuu qabsaday dadka muslimiintii, Ishta waa meesha nimka Indonesia la yidhaahday qabsadeen. Waxay ka taliyeen badda dhammaanteed, waxay ku talagaleen inay cidhiidhiyaan wadooyinka dhaqaale ee India iyo Yurubta kaloo dhan isku xidhi jiray. Yurub markaa waxa u caansanaa dowladdii addowla albandiqiya, banaadiqa bandiqiya waa Venisia magaaladan la yidhaahdo, marka dowlad weynoo talyaaniga ka midabay ahayd oo talisa dowladda iyo Cuthmaaniyiinta nooc isku xidhna. Dabeetana waxay ahaan jirtay magaaladoodu meelaha ugu badan ee baacmushtarka, wixii India ka yimaada ama Tariiqul Xariir jidkii loo odhan jiray marayaan, ama badda cas bay soo maraan, dabeetana Masar bay yimaadaan, Iskandariya yimaadaan, halkaasay ka baxaan. Boortaqiiskii iyo Isbaanishku waxay ku talagaleen caalamulislaami inay go'doomiyaan oo ay ka xagga dhaqaalaha kala dagaalamaan. Markay Andalus iyo intaasi qabsadeen ay xoogaysteen, waxay xidheen markaa khaliijka meel kastoo laga galo, ama Baabulmandab ha noqoto, ama khaliij alcarab ow khaliij alfaris, meeshaasi jasiirada ku taalla ha ahaato, way xidheen. Markaa waxay noqdeen dowladaadu xoog badan, isla markaa caalamulislaamina wuu burbursan yahay, oo markii Andalus la qabsanayay cid u gargaarta lama helin. Xagga kale waxaa soo baxday Boortaqiiska iyo dowla Safawiya oo Shiica ahayd ayaa heshiisiyo wadagaliya xidhiid ah dowla Cuthmaaniya dhammaantood inay colo wada yihiin. Heshiisyada kutirikuteena baa soo baxday Boortaqiisku inay rabaan Madiina intay qabsadaan xabaasha Nebi Maxamed inay lafaha kala baxaan, ama Nebiga calayhi salaatu wasalaam dee ciidamo cuntay inay la baxaan Nebi Maxamed jidhkiisii inay meesha ka qaataan, oo inta la geeyo Yurub lagu gorgortamo Baytul Maqdis in la soo celiyo. Baytul Maqdis gacanta muslimiinta ku jira, dowlad mamaalik ba haysata. Markaa in dib loo soo celiyo Baytul Maqdis waxay u mareen dariiqa dowlad Cuthmaaniya xaqan hadaynu jabin kari weyno, kuwan baa jilicsanay intaynu xaqan marro in lala baxo ee Nabiga calayhi salaatu wasalaam qabrigiisi. Dowla Safawiyana way kula heshiiyeen baa la sheegaa. Warkaasina wuu soo baxay odaygii dhalay Sulaymaan Alqaanuuni. Dagaaladii Yurub muu bilaabin, ee wuxuu u soo jeestay horta inuu caalamulislaami mideeyo, dabeetana uu Boortaqiiska ka hortago, isagu go'aankaasuu qaato. Kadib dagaal buu qaaday, wuxuu ku qaaday labadii dowladood ee meesha ka jiray. Midi waa dowlati almamaalik ee Masar haysatay, Masar uu qabsaday, iyo Dimashq iyo Xalab iyo intaasoo dhan uu qabsaday. Dagaal labaad buu qaaday dowla Safawiya. Dowla Safiya wada maqashaan waa Iraaniyiinta tan. Iraaniyiintani waagaa dowlad xooggan bay ahaayeen, ilaa Georgia, Armenia, ilaa iyo Baxri Alqazwayn ayay ka talinayeen. Asalkoodu
وان لا يدادا سفي الدين الاردبيلي اردبيل مغالدان لا يدادا وايران غوبل كميدا اردبيل مغالده ولي واجرتا مغالدان نين ودادو صوفيو جوغي ايا طريقه سميه سفويه لا يدادو صوفي شافعي ابوها مذهب الشافعي هذا هيستا دبتنا طريقه سميه طريقه حماسات بدن بهيت اد بيوفافن وي بلادن طريقتي وحي قبصتي بري غوردن يدو مذهب كاهل السنه وللرميسن إن وأووها الخجع على الله يده أي شيء عن نقضي دبتنا الدولة دي وحيسو بدشي نسياسيو نقضي دولة بقفصدي شيع نقضي رافضة 12 كبيرة مركا وجده الخامس الشاه إسماعيل كسفوي مسلمين تقصف ككشيعي أووكي سيشانات بنقونا يا مركا سفي الدينك ما شو قفصدين دولة بلادان باي نغطي أهل السنة اللايي قصبوا حكاقا ديغي إيران شنقرني هرتيد مسلمين أهل السنة باي هاي انت مذهب كيرا الشيعادي لبدا إيران بو حكاي من لبنان مذهب كان لبنان باو علماء هيدا إيران تطن إما كاي عكسي قطعي دولة صفوية مركا قبصتي قصب باي كشي عايسي مسلمين تي أما واللو قدي أما شيعو حقا أنا قصب بلغو كريستامي وهي حقا حقي سليم القانون سليم نكا لو يرهدو سليمان أبيه رجل بيتكم مركا يدعايديني أنا وحي وبحيان سليم دا قريم بيرهدان سليم كي عابس كاها نن أدك بوها بلا يرهدا فرانسيسكو روح يرهدان سليم لتريبل السليم الرهيب وحب الابي إنه عالم الإسلام مدايه مركا وحو قبصدي مصر هي دولة المماليك أردن جال درين معركة ليدا هدو بلاد أبو سفويين تيكو تشبيي إلى إيو عاصمة دو ديبو قبصدي كدبنا دولة دا بلادن انتو دقال لدن كو سو چري سليمان القانوني وحو أدري چري أدرنا أدرنا وحو لبا ملاينا نشرحابي وبعدين أدرنا وحا لا يدهدا ومغالا كوتالا قيبتا يوروب اي تركيغا تركيغا قيبا جيرتا يوروبيانا او اسطنبول با قيبي سو بدنا يوروبيا بدنا حقنيه مركا غوبلدا يوروب او روميليا با لودن جيري روميليا روميليا امبرغي دمبه وحا سو هوس غلي جيري ان بلطيقا نودن يعني وحا سو هوس غلي جيري محل يدهدا ان بولقان كانو جيدا يودن مونتيغرو iyo serbia iyo bosnia iyo maxalada macedonia iyo waxa soo dhamaasay hoos gal jiray markii dambe romelia qaybta bulqaanka turkigu magaalada koowaad ee kala wadaagay gobolka xukunta adirna la yiraahdo si aan dagaaladii yurubiyanku u soo guurin ayaa suleyman al-qanuni abee wuxuu u diray inta dagaalada xaqan ku maqan yahay inuu isaguna joogo maxay waqooyiga qaybta yurubinu joogo xuduuda wadanka ilaaliya xagga waqooyiga odaga suleyma salimaha salim ila awal bal wotil mama ila shan sana ila sidet sana dad meelaha isbu xukumka hayaan filaya markii dambe isagoo si socda adirnadii ku socda jurlo magaalo la yiraahdo maraya ayaa ama taacuun ama sun waxba ku dhacay uu dhintay dhakhtarkiisii baa qariyay geeridiisa markaa وزير رضي قرى الله شاقي بير محمد باشا يا أحمد باشا يا مصطفى باشا صدح ده وزير بالله شاقي ده بيتنا وحي قوان صدين إن لقرية قيري ديسة إلا إيوه إنت أو سليمان إسطنبول كتغ إيوه إبو قرطوية ده كقبصان إيوه وإيه جيش الانكشاريين تا اللي ده عبسي لك قبي هدي يقور بقر رادو مركي سبتل إيان خل خل إيسا مين شرين مركي إنتو بقر كو كقار إيوه ان عاصمة دين لقريو عيد ما دي عيدنا اللي هم الشيقين سليمان أغا نين ليدا هذا الله ديري وحل ليدي أتك سليمان أتك أشيقا به ينودنتي إسطنبول لقبرده أدرنو جوغي وكتغي إسطنبول بوتغي مركو مانتو كلا إسطنبول غلي أي بريو كلا ميتك أبهينا لكانا يعني مركو دولة دي اللي وريقا بريو كلمة يتيابيه اللي كاني وإلا الصعدان نمانكي مدح داحانا
سبتمبر دبياقده دي با لو تلماما ادغو صدنكي سبتمبر ميلها اسبا هي ماشي وقف صدي بغرب النقضه سليمان ما حينو كشيغنا مركا تاريخته ودروس ادو قاليه لكن حاد انصر تقلوا هين لحيا فرتن سندود بقرها وبقر كي يقول ديرا الدوله العثمانيه وبقر كي طبناد مركا هوري عثمان الاول وعثمان بن ارطغر ارطغر اللو نكي سميه بدولته عثمان الاول مركا لقى صوب بلابو اسقوا بقر كي طبناد الدوله العثمانيه وبقر كي يقول حوق بدنيد دولديس وحلت الماما نكا كاني طبعاً سنة يدور بلد مدة لغو قياسو قوب دقال تاقنا طبعاً سنة دو دي ديرات أيو قوب دقال چوغي عمرك إسا انتي بدنيت بايدا هدان مركو قبوبي مو يانا انتي كالي إسا قا عيدة مده هقا من چري قوب دقال لغو تاقنا وحو قيري يودي إسا قو قوب دقال چوغا و اسفيت مقالة دا ليدا دا سكتوار سكتوار ومقالة كو تالا مجر مجر وهنگيريا هنغري كونفورتيدا مغاله كو تالا قلعدا اسغو حصار كو هيا ايو غيريوده نولشي سنتي وبدني دغال بو كجيري 13 غزو 13 دغال او واوينو عالم يو قاده انتي وقتك نولا 13 دغال بو قاده او تاريخ الدنيا دا وح بدن كبدلي waxay dhahdaan intuu faras ka fuushanaa iyo soconayay 84,000 oo kilometir buu faraskiisa ku jiray bay dhahdaan 84,000 oo kilometir 84,000 oo kilometir waa imisa aduun maleenisa dunida muhiidkeeda ma taqaana ninka intuu Mombasa ka baxaa xagga bari uu kacee galbeedka ka soo gala imisa socod aduun maleenisa waa 84,000 oo kilometir وافرتن كون يشري تطباتن لحي تطباتن كيلومتر ملاوية داد مينيس سليمان القانوني فرس السقف وشنبو الدوني دكو سوري قوية انتاس قوب دقال بوتاقنا وسعني وفرس كوف وشنا واحد هذا موحو كتلي وعيد مديسو بريا قلبات با امرين صدح دي قاردو دي الدوني دا مركا اللي يقاني الدوني دا مركاسي مريكان نظن إنه نقوم أحد نين أستراليا وحن نوح بوران ما يهين ولا قرن أيوه دوني دو صدح قارضات ومبا مركا بن آدم كو بغرطوية وكو دقال مجرين وافريكا إيشيا إيا يوروب صدح دا قارضات اللي يقال نبا العالم القديم بر وبحر دقال بوها قال وحالا إذا دا وبقر كي مسلمين تا وغبض نائس نحتاجه يقب صدى قلب أوروبا يوروب برتمهيدا فتوحات كيسة دولة دو أبيه كرد حلي أبيه مركو عالم الإسلام دوام مدايي بودن طي انتي سيوغو بدنايد مركو مدايي أبيه لكن دولة دو كرد بحلي إلا 1 مليون يبرد كيلومتر بيه 6.557 سكوير كيلومتر اسبه هيد بالي هذا سليمان القانوني الدولة العثمانية مركو كتغينا حوالي 18 مليون كيلومتر به 18 مليون كيلومتر مربع به وحال ايضا مددي ودقال كودي دقال لدو يسوقو هقامين ايه هر سعودي صدح بقول ايه اللي حدن قل عضود ايه حسن مفرطة صدح بقول ايه اللي حدن قلعة ايه حسن تا رفايسيات ايه دول كي لقالي چري واقي هوري af Soomaali qalcad maxay ku dhidhaana wa saldhigyadan uu ku wareegsan yahay dhismuhu dhisma aan faras iyo ciiditoona ka soo talaabi karin waa dhisma dheer oo magaalooyinka waaga hore lagu wareejin jiray oo la iskaga difaaco fardoolayda iyo dagaalada cida soo qaadayso dhan magaaladu cunno ku filan haday hesho oo albaabka xidhaan cid walba way iska difaaci karaysay yaani dhulkii caynkaas ee qalaacdii ama xusuuntii ama dhufaysiyadii la samaystay inta badan magaalooyinka waaweyn baa la han jiray iyo meelaha muhiimka ah 306 kamid abu furtay bay dhahdeen waqtigiisi muarikhiintu waxay ku tilmaamaan inuu ahaa acdam almuluk dunida soo mara mid kamid ah boqortooyinkii dunida ba soo maray
kuwa ugu waaweynaa mid ka mid ah inuu ahaa. Waxay dhahdaan wuxuu ka taliyaa cawaasimta maanta la yaqaano, caasimadaha dunida maanta la yaqaano: Athens, Sofia, Baghdad, Dimashq, Istanbul, Budapest, Belgrad, Qaahira, Bukharest, Sarajevo, Tirun. Waxa maanta caasimad la sheegay intooda ugu badan leh ee Yurubta bari iyo Balkaniska ah ama caalamul islaami ah, intaasuu boqor mar wadaha ilaa Tibriz laga gaadhayo. Waa caasimadu Safawiyiin, Eeraan qaybteeda waqooyi bay ku taallaa. Waxaa lagu tilmaamaa waqtigiisii inay gaadhay dowladdii Cuthmaaniyiintu heerarka ugu sarreeya ee dhaqaale iyo bulsheed. Guulihii siyaasiga uu gaadhay waxay xoojiyeen qaybta dhaqaale iyo bulsheed ee waddanku u lahaa. Waxaa la sheegaa inuu yahay nin dib u soo nooleeyay mabaadi'il cadli wal qaanuun. Suleymaan al-Qaanuuni waqtigiisii lama odhan jirin, waqtigiisii Sultaan Suleymaan baa la odhan jiray. Waa dambe ay taariikhyahanadu qorayaan baa waxaa loo bixiyey ninkani qawaaniintu jideeyay cadaalada ku saabnaa daraaddeed baa loo bixiyey Suleymaan al-Qaanuuni. Reer galbeedku iyagu waxay qoraan Suleymaan the Magnificent bay yidhaahdaan. Suleymaankii weynaa ayaa la yidhaahdaa Suleymaan al-Caziim kutub taariikh reer galbeedku markay ka warramayaan. waxaa lagu tilmaamaa saltanadiisu inuu ahaa akbar dawla waa quwaha fil caalam qarnigii lix iyo tobnaad. Dowladdii dunida ugu xoog badnayd ee ugu weynayd buu ahaa. Sababtuna waxay ahayd bay leeyihiin mu'asasaadka cariiqa xeesha dheer leh uu sameeyey iyo ciidamada nidaamsan, hadday ciidamada madaaficda yihiin, hadday ciidamada lugta yihiin, hadday ciidamada farda yihiin. Waxay dhahdaan madaaficdii ugu waaweynaa dunida markaa ugu khatarsanaa dowladda Cuthmaaniya baa markaa haysatay. Walidaalik ay reer galbeedku waxay ku sheegeen inuu yahay the magnificent ama grand turk bay odhan jireen, kabiirul atraak, kii u weynaa turkida. 64 sannadood baanu sultaan ahaa. Dhanka khilaafada marka laga eego waxay dhahdaan xawaalay Al-Khalifa 80 oo kale, laakiin kuwa hore ka kaalay dowladda Cuthmaaniya cid khilaafa sheegata aabihii baa ugu horreeyey. Awal wuxuun bay ahayn dowladda Cuthmaaniya, laakiin khilaafada ayaa sheegan jiray Al-Mutawakkil cala Allah, nin la yidhaahdo baa joogay Qaahira oo magacuyaal iska ahaa. Markii Tataarku ay jebiyeen khilaafadii Baqdaad deganayd, Cabaasiyiinta ciddii ka hadhay waxaa la dejiyey maxay Qaahira iyo Qits iyo dhankan bay yimaadeen. Dabeetana magacuyaal ahaan baa loo magacaabi jiray khaliifka, laakiin waxaa meesha maamuli jiray boqorada mamaaligta baa maamuli jiray. Markuu qabsaday aabihii Masar ayuu qaaday kii ugu boqortooyadii ugu dambeysay ka jirtay khaliifkii ugu dambeeyey Islaamiga meesha jooga, Al-Mutawakkil cala Allah la oran jiray. Markaasi buu geeyey Istanbul uu uga tanaasulay bay sheegaan. aabihii baa ah markaas Saliim baa ah dowladda Cuthmaaniya awal rajul khaliif sheegta, kuwii ka horreeyey Salaatiin uun bay ahaayeen. ciddii koowaad khaliifa sheegata waa Saliim. ninkani markaa khaliifu isagu dhaxlay Suleymaan al-Qaanuuni, markaa isagu waa khaliifatu lmuslimiin athani binisba ila dowladda Cuthmaaniya, waa khaliifkii muslimiinta ee labaad marka la eego dowladda Cuthmaaniya. cahdigii 64 sane uu xukumayay waddankaasi waxay ku sheegaan inuu yahay alcasru dhahabi lidowla Cuthmaaniya bay yidhaahdaan. waa alcasri dhahabi, casarkii ama waqtigii dahabka ahaa ee ay soo marto dowladdaas. waxay dhahdaan saltanadiisu waxa hunguri kaga jiray inuu dunida oo dhan qabsado, sidii ay waqtigii dambe duwalka reer Yurubkii ku fakarayeen oo kale ayuu isagu ahaa. marka la eego Yurubta, boqorada Yurub waxay ahaayeen dad ka dambeeya boqortooyadiisii, oo waxaa la yidhaahdaa Yurub al-Xadiis ama Modern Yurub, iyo xuduudahan ay leediyo waxa kan
waxa ka qayb qaatay sameynteedii bay yiraahdaan wuxuu isagu geystay dagaallo 13 uu qaaday dhan walba wuu qaaday dhankan wuu soo socday ilaa iyo dhulkan xabashidu qabsaday jabuutu qabsaday eriteriyu qabsaday soomaaliyu qabtay yeman buu qabtay cadan iyo ticis iyo qaybteedan hoose wuxuu qabsaday maxaa la yidhaahdaa sawaakin waa wadankan suudaan la yidhaahdaa qayb ka mid ah wuxuu xoreeyey oo bortugiiska ka xoreeyey manطaqadan loo yaqaana albaxri alaxmar suqataru qabsaday intaasoo dhanba bortugiis buu ka kiciyey ahdigiisu waa wakhtigii xaggan kalena axmed guray uu ka dagaalamayey oo ay isku cahdi bay ahaayeen axmed guray iyo maxay iyo sulaymaan alqaanuuni waa isku wakhti wuxuu gaadhay xad uu u kaco dhanka bari dabeetana dhanka bari wuxuu qabtay cumaan buu qabtay dabeetana kanaalkaasi laga soo galo baxri alcarabka ee eraantiiyo carabta u dhexaysa buu qabtay gasiiradda meesha ku taalla buu qabsaday alaxsaa buu qabtay kadibna waxaa soo hoos galay qatar baxrayn kuweyt sacuudiga waxaasoo dhan baa hoostiisa yimi dowla safawiya wuu jabiyey baqdaad buu dib u qabsaday tabriis buu qabsaday laba magaalo iyana kuwa gobollada sare jorji iyo yermiin iyo qaybo ka mid uu ka qabtay caalam alislaamiya oo dhan intiisii ugu badnayd indiya muslimiinta joogtay markay bortugiiska ka cabanayeen isagay u cidirteen dabeetana usxuul baxriya buu masar ka amray inuu ka baxo oo uu axmedabaad meesha la yidhaahda intuu tago inuu u hiiliyo markuu bortugiisku qabsaday waddankan loo yaqaano indonesiya waxay u cidirteen isaga dabeetana cid buu u diray in laga dhiciyo bortugiiska meesha markay qabsadeen isbaanishku aljeeriya iyo xeebaha waqooyi oo dhan cid buu soo diray wuxuu sameeyey ninkii loo yaqaanay khayradiin barbaruus khayradiin barbaruus barbaruus waa gadhcase nin baa jiray badda mediterranean-ka la yidhaahdo ka talin jiray oo gadhcase la yidhaahdo oo muslima oo ah hogaamiyihii usxuulka baxriga ah ay leedahay dowla cusmaaniya qaraasinada badjiifka dhulkan badda dadka ku dhaca badnaa budhcadbadeeda tiro badnayd caalamku budhcadbadeedu waaga waxay ahayd waxa ugu caansane la sameeyo oo dowladaha yurub ciddii doon yar samaysan kartaaba intay doon samaysato ayuunba badaha la tegi jiro dadka la boobi jiray dabeetana si baddaa loo nabadgeliyo khayradiin berberuus baa loo soo diray ilaa iyo aljeeriyu qabtay liibiyu qabsaday tunisiya qaybaha ugu badan buu qabtay aljeeriyu qabtay isbaanishkii buu meesha ka eriyey waxaa dhacday markaa waa iska hor imanayaan dowladihii markaa dunida ugu xooga badnaa maalan yurub markaa waxa u xoog badan aale Habsburg boqortooyinkii Habsburg waa maqasheen baan u maqlaynayaa waa boqortooyo cariiqa xeel dheer boqortooyinkii ugu dhaadheeraa ee yurub ka taliya ka mid a asalkooduna waa namsaawiyiin namsa waddankan austeria la yidhahday deganaan jireen waxaa jira nin ka mid ahaa boqortooyada oo Suleymaan markuu 1520-gii meesha qabsanayay bil kadib mise bil ka hor meelahaasi ayaa isna madax laga dhigay waa ninka loo yaqaano Charles ama Carlos ama Karl ama Charles Khan afafka reer Yurub qoloba si u qortaa waa Charles the Fifth Charles the Fifth wuxuu dhaxlay dhowr boqortooyo kow nin aala Habsburg-ka weeyaan boqortooyadii namsuuleeyey islaan u hooyo ay yidhaahdaan way waalatay majnuunatu qashtaala la yidhaahdana habartii muslimiinta ka soo saartay andalus ayaa dhashay boqortooyadii hooyadiina wuu dhaxlay oo markaa spain u boqortooyinka ugu waaweyn ahaa buu boqor u noqday wuxuu kaloo dhaxlay awowgii xagga aabaha buu ka dhaxlay boqortooyadii
جيرمانينا وو دخل و هو كلو فرسما كو سو هلي انو هلو بورتويدي لو دين جيري الامبراطوريه المقدسه الامبراطوريه المقدسه يوروب بوب كو نين قرو اوغلا انو امبراطور ماغا شيكتو دبتنا وا نينكا بوب كو نا تاغيريو تاليانيغانا عاصمتا كا تالينايا اوديغا مكملين اوديغا جيرمانكا هيسن جيري ووغيا هان جيري فرانسيسكو نينكي مدخوينا كا فرانسوا لو دين جيري بي كولو لامين ماشو قبصدي على كل حال وانين مركا افرشن ودن بورتويوين كود ودو هوسي مادان تشارلس كي شناد با لا يدادا فرانسيسكو بورتويدا اي بورتويدا سا لو لميي كديبنا وحا دعي ان دغال لا دخمرين دغالاداسي waxay keenen marka horeba dawladda tan al Habsburg iyo dawladda Uthmaniyya waa labada boqortooyo ee loolanka ku jiri jiray laakiin markay tan timi waxa soo baxay dawladda Faransiiska iyo inay col noqdeen nimankii loodan jiray al Habsburg si oo hoggaaminayay ninkaasi Carlos la yiraahdo Carlos ki shanaad dagaal ba dhex maray dabeetana waa la qabtay markii la qabtayna waa la xiray dagaalkii baa lagu qabtay Francois Gicoat markii la qabtayna waxa lagu xiray meesha loo yaqaano Madrid ayaa la keenay Madrid markii la keenay ayuu wuxuu u dirtay waa maxbuus boqorkii Francis wuxuu u diranaya inuu badbaadiyo dawladda Uthmaniyya oo xulay in baa si xun ay galay waa la xidhay adigaana boqorkii dunida ka talin jiray xabsiga ayaa laga soo daayay hooyadii oo naaibadu ahayd Franciska markaa xukumeysa waraaq soo dirtay islaanta waraaqdeedi waatan waxay leedahay muddan sugay inankayga xidhan anigoo inuu rajaynaya inu bina aadamnima eega shaaralkaan laakiin may dhicin rajadeedina way gaabatay sida awgeed waxaan ka codsanaynaa bay leey feyni altamis min jalalatikum wa azamatikum bi sifa khaasa bi an tatafaddalu bi idhari fakhamatikum bi khalasi ibni wa inqadi min qabdati dhulmi aduwina wa dhalika bi azamatikum wa jalalatikum al muayyada wal musaddaq alayha min al aalam waxa la boqorka Faransiiska uu baa soo deyn kara hada boqorkii dunida weynidaada iyo jalaaladaada waxaan ka codsareyna boqorkayagii baa maxbuusay inaad soo deyso boqorkii Faransiiska xidnaaba isna warqad diraya wuxuu leeyahay ila hadrati haakim wa sultan al bilad wal mamalik min anha al alam al ma'mura waxaan waraaqda u qoraya buu leeyahay boqorkii taliyaha ka taliya dunida inta la degan yahay ba ninka madaxda waa as-sultan al-mu'azzam wal-khaqan al-mufakham alladhi huwa maladu jami' al-madhlumin bulay boqorka dunida inta dulmani ninka ay xaqiisa u cararta bulay a'radu ala hadratikum ma fi al-qalb hal naftayda ku jiraan ku soo bandhigaya oo waa maxay Ferdinand marka Ferdinand wa sharal kal walalki oo majar hangari ka talinaya Ferdinand oo malku majara marka weerarteen sharal kana anagu naga argoostay buu leeyahay anagu na weeraray boqorka marka idinku weerarteen buu kana anaga naga argoostay dabeetana maxbuus baanahay fadligaaga uun iyo waxtarkaagu baan sugaa buu leeyahay qiyaas فرانس وكاثوليكا هوغام سبورتوين كي واوين كميدا او بقر كيدا محبوس كوا بقر كاله وراق دريا اسطنبول او سفير دان لا دريا وراق دا لو ديبيو او هويدينا وراق سو قريسو او سفيرينتو لا لوغي لو غينيا اسطنبول سو بقردا او سيدايو فرانسيسكي سفير كي كسعدي مركو يينا ما وحو ييري
الهجوم البري والبحري ضد كارل الخامس سينقذ الملك الأسير، وإلا فإن كارل الخامس ستزداد قوته ويشتد صاعده بالمعاهدة التي سيعدها معه الملكان. حلية هي الملكان هدي أنا بقر كاوير الحقوق هذه بولي بدي بري باله هدات كوكا الضو بقر كيجي ولا سودين إياه هدي كله واحد لا عيسى بيليه بقر كيجا وحبس است إنه شباب ومعاهدة إسكالا قالوا يروبوا دمي سكر راعضه إذن تؤدي كوكو شرتايك قاعد بولي حقوق جواب سليمان القانوني وحقوق جوابي كو وراغ ضوح يكون قرار متى مركه هراء عنوانك مدح تنمى وشاقنا يا أنا سلطان السلاطين كبير الملوك، أنا الذي أتوجه الملوك ظل الله في الأرض، أنا سلطان البحر البحر الأبيض والبحر الأسود والرومالي والأناضول وقارمان والروم ودو القادر وديار بكر وكردستان وأذربيجان ودمشق وحلب ومصر ومكة والمدينة والقدس وجميع الديار العرب واليمن وحشيغان يا أنت وحكومة دوني ده ماركو الشيكتي كدب أيوح قري من السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان ابن السلطان بايزيد خان إلى فرانسيس ملك ولاية فرنسا ملك ولاية من فرانسيس أردن حكومة وحلقة يا محي ملك ولاية فرنسا أبو لي حو صقري وأنا سوق على يبوي لوركي فرنجباي إرجع قد صادر تفرنجباي لا يداه رسالة دي قريت يتي أفكبا هيد ونوك أنا يبوي لي وأنا نلاش جع عدو قي نصيدو خوج علي يين أد محاصر تهي وأنا مفهم يين أدو باهن تهي كلمة ضي ضي يين كوجر جارو وحا صدرن hortaydu ka sheegay buu yiri waan fahmay warkaagi ee adiga mid baan ku sheegay buu yiri wax weyn ma habu yiri boqorada la xidhaaye horta murugada iyo niyad jabka iska ilaali buu leey ma walay xidhe wax laga calaacala ma habu leeyo ninka calaacale fala tahzan wala tahtam fa inna aba'il kiram bu markaley wa ajdadil idham nawwara allah maraqidahum lam yakunu khalin min al harb لأجل فتح البلاد ونحن أيضا سالكون على طريقهم وفي كل وقت نفتح البلاد والقلاع الصعبة الحصينة وخيولنا ليلا ونهارا مسروجة وسيوفنا مسلولة فالحق سبحانه وتعالى ييسر الخير بإرادته ومشيئته وأما الأحوال والأخبار الأخرى فسيبلغكم بها رسولكم عكو إلي هي waxaan ku sheegay ya aabayaashaydi sharafta lahaa iyo wawiyadeedi waweyna ilahay xabaalahooda han nuuriye dunida way furanayeen anna waxaan ku sheegay abuu leeyay sidii faraskaygu inuu kooreysan yahay seeftayaduna u baxsan tahay ilaaha weyn baana khayrka fudaydi yabuu yiri wixii ware hoosana waxa ku sheegi doona buu yiri rasuulkaaga wixii ware hoosana ergegaad soo diratay ayaa ku sheegi doona buulay yani waxay tilmaamaysaa salaatinta yurub ayaa ahaa kuwa u geeya maxaa la yiraahdaa kuwa u geeya jisiyada kuwa u geeya markii midalan madaxnimada la saarayay isaga markuu boqortooyada qabsanayay وحيمي بقرة دي دوني دا قيبة كمي دا وهي دا السلطان كي دوني دا قوينة با لعلى مسارية وحيمي نكي مدح دواها ماشا ليلة دا الرقوسية رقوسة ومقالكو تالا سيسلي سقالية ماشا ليلة دا وحيمي كي الراشينكا وحيمي كي بندقية سلاطين بدن بايمي waxay u yimaadeen litahnaa boqor kan weyn ee ninka dunida ka taliya ee madaxnimada loo inay tahniyo u sameeyaan iyo inay mucaahadaad heshiisiyo talab heshiisiyada ay soo qorteen waa maxay ragu saqolada la yiraahdo way timo waxay yiraahdeen
وحوقه هبنا وانو باهنا ذخيره هنا دقي بيسو ان عاشورها قارنا نقدر نفيلين مركانو دكذا هذا غني ما عندنا يجا وحكو يدهب كلا يدين كي يبين ما يقول لكن ولا يدين سينيا ان عاشور راف قال يدين سينيا سويم كمريك ان كان تلا تقو ان كونتراجينا لا رمسو صحيح هذا وحوقه هبنا نجي بلا ما يلاهذا ومرنا ما يلاه ديدي كي يبين ما يمرنا وايدي كي يبينيا سيتي وكلا ويا نوحي لي هي عاشورا قارنا نقدر هبنا نجي هو قال هذا قال هذا إنه عشورة قريب كده فه لكن هو بليدن كي يبين ماي وحي يمس سفير كي راش شيا سقول حلي إنه ما كان قرم كله إذا دانو خاتك تاجني قرم قوة تطار كانوا ماشي أنا مكوا غبصة ذي نكاني إياه نو خاتك تاجني كوانا نقل هذا معاهدنا نلقل هشيسنا نلقل وحلي وح هشيس أنا دي لقل يا مشرو لكن كوا مال مدايا وانا رانيا كواسين أي مال ميدن دايان وأوكلان يا لكن معاهدة ما شرتيس كتغيدهم هنا وحيمي البندقية بندقية دو فينيسيا مقالة عن ليلادو بندقية قل دي هي ستي وحي طلبنا يعني أنا معاهدات كي هراء إن لو عصمون يسيو مركو هراء وي أمانين بقرك أدبان وقوقان عصان نيبيلين بقر تيداد يو حد ودوردن وحان ربنا هشيسيو heshiisiyadoodii iyaga danka loo lahaa way markaa wuxuu diyaarinayay duulimaad aad u ballaaran oo Yurub ku qaado Alhasberg iyo majariyintu duulimaad ku waday sadaradad wuxuu rabay bundiqiyada tarinu ka saaro xilfi wadaaga qolada inaanay gelin iyaga mucaahado la galay mucaahadada waraaqdi inta la qaada waxa laga akhriyay majlis shuyukh ay leedahay meeshaasi 1522 أبريل سيدي ديدي صدن بندي أما صدن قضب بي معاهداتو كاكوبانت كاكوبات تجارة إن حريات لغا دقو الله أقلادو نبادان الله سوا كاللبات سفيرين أدنو أقلاتين أنو استنبول كان سنو أوليبا صد حديث سنضود بمرانو كابدلو سفير كو سفير دائما ماها every 3 years إن لبدلو وحلال يوحي كاسو بحصده ina nu soo celino aan dadka badda dhibtu ku haleesho inaan wax dhiba loo geysanin wixii dhinta ama mutahamina soo yaaca in la soo celiyo nimanka banaadqada ama dawladdiinaasi wadanka Istanbul gudaheeda inaydan wadanka Turkiga gudisa inaydan socon karin ilaa warqad dhaqdhaqaaq safiirku idin siiyo yaani waddan gudiisa warqada dhaqdhaqaaqay safiirka ayun ba ka qaadan kartaan waxay codsadeen North Africa intan ay muslimiintu xukunteen loo ogolaado inay la baac mushtareen karaan waxay aqbaleen wixii doona tijare ay leeyeen Istanbul inta la keenay in la baado markii hore waxay sido loo ogaado waxay sido waxay aqbaleen 5,000 ilaa 10,000 oo dahab ah dowqiya dahabiya ah oo jisiya inay sanad kasta ka bixiyaan labada gasiiradooda Qubrus iyo Zantana dawladda Uthmaniya loo keeno mu'ahadat sadan bandika kooban boqoladan la aqbalay waa yaba yidheen boqorku wuxuu u baahnaa dagaalada uu qaadayo inaanay qoladani qayb ka noqon inuu ka soo qayb gelin waxaan leenahay marka boqortooyadu ninkani xukumayay wuxuu ahaa boqorka in oran karno dunida ninkii ugu boqortooyo ballaadhaaba waqtigaasi ahaa oo boqortooyo inkii waqtigiisa la noolaa waxa ka mid ah imbaraatorka Karl V la yidhaahdo oo Arshadoqi waa boqortooyada ka talisa Namsa ahaa imbaraatoriga muqaddasna isagu dhaxlay iyo Spain imbaraatoriyadeedii waxa ka mid ah walaalkii waxa ka mid ahaa boqortooyinkii Faransiiska François Coward iyo Henrygi labaad waxa ka mid ah boqortooyadii Ingiriiska Henrygi sideedaad qaysarkii Roman qaysarkii Russia caalam Islaam marka la eego boqortooyinka yar ee jira waa Shah Tahmasib Shah Tahmasib ku Ismaaciil Safawigi oo odaygii hore Salim u jabiyay inankii si weeyaan
يا همايون البابوري همايون البابوري وانكي حكومة يا مركا اندية الدولة المغولية كصهري بابورك سوميدان مقلم كمساجد هذه قرلسكو هايو دميان واندية كوية اللو إلي المعبد هلو بدلو هنددو يكو دوديسو وهمايون كان أبيه نكرسي بابوري قال الشيخ وكا أبيه همايون البابوري وحكم إذا أكبر شاهي وابن همايون كاسمر قول انتايا وحا صوب قرأو دوني دا كتشيري مركا الله بربر لغو سليمان القانوني وحي هين دولة دا يريير الله إلاليو مؤرخي قرنقي لحي طبناد مسلم كاها الشيخ الورنجري جلال زاد مصطفى الشلبي مركو سليمان القانوني كور رمي وحولي إنه زبدة آل عثمان بيري دولة العثمانية زبدة دي معيد ونكم بوها بيري صدح شيبان وقع عن بحي بيري العدالة أو دتك وعدالة سمية هي حماية الشعب والسعي على مصالحهم شعبك إلى الانتيس هي مصالح دودة قد إنو دوره هي صفة الفاتح العالمي إنو أها نن فرش بضا أحيدا سليمان القانون وحوها نن قبيايا وقبيك كفي عن وحاها نن لغة عربية هي لغة بيرشية هي لغة التراكتة سيبا لهجة التارية هي تركي سيبا أفرتا لغة نسيفي عنو يغانبوها بيدا هذا وكو إلا قبي دي سعان كايشاقا وحا كمدا قبي ولي يمركي ترجمين وحو كمدا إن سجادة تكفي صوفيين اثنين ولكن العالم كله لا يكفي لملكين بيدي هل سجادة هل سجايدة لما ودادو صوفيا ويسكي غفل أنت بيدي لكن دوني دور نمي لما بغركم في الله بولي قبي يوترين أيو يعني عالم السياسي هنقوري قيالة يا عالم الزهد انت داقي كرتب تلمامي احد يجي سيبا لو قري قانونك او بدناي ودنكو الى الدوله العثمانيه اي دعسه اي كو دقميه قانونك سو خو ككوبنا با لدا فتاوى العلماء ولذلك قصص كعجيب كاي كشيغا وخا كميدا مركو ديمنيي ايوري صندوق صندوق هليلا اس شيخ الاسلام كي اها مفتي الدوله اي وحو صندوق ارمي وح قيمة له كتيرة هلا فرو إلا إن أدي مجوهرات يوح وأنا أكسر كتيرة إن حبال قالي ما هي صندوق أنا جان أبوي لي وح كتيرة هلا فرو ما يتكيس يوم ماشي يلا صندوق يلا فرو صندوق وح اللي هو تجي وحي وشيخ الإسلام كفت وسيا يوردن أقرار أبو كسيتة إلهي من له ارتجي أبوي لي وح عند جي إن أيدك كفت وطير وأيتهاي waxay dhahdaan marka qawaaniintu dhigay inta ugu badnayd waxay ahayd bay dhahdaan qawaaniin ku saabsiisan waxa lagu tilmaama ninka kani inuu aan ku ahaa awqafta iyo waxyaaba khayriga waxa aan ku ahaa dhismayaasha caankee maanta loo daawashatay ku yaala waa ninkii dhisay midalan masjid suleyman alqanuni wa maqashanin badan مساجد وقع عن سنة مركا لطاقو إسطنبول لطاودا إساقار ديساي جامعة دي كليات كي لسعودة إساقار ديساي مسجد السليم إساقار دمايستيري بيت القدس ديبو ترميم قوة السمييي مكا وحبو كار ديساي مكية مدينة وحو سمييي خدمات عصبو سمييي جوامع دعام كا جامع وين كويا اللمحة ليدا دا بغداد الإمام الأعظم جامع عيسى سقار دسي عبد القادر الجيلاني جامع عيسى سقار دسي أنا وحاسو ده مركن إنه أنت عن الدين شيعي وعموما مقتطفات كم يدوي حسي لكن تاريخ ديسي كما ورمين ويا تاريخ ديسي الدجال دي سقورة هذا كورمه دوا صدق هي طبعا دجال أو عواصم تدوني دوا عانسان كفرتي بلغراد سقى فرتي بودابست سقى فرتي بخارس يعني عواصم الدنيا ده ما انت لا يقانه وانا كده قال لك كفرتي ولذلك ما انك كور من تاريخ ديسي لكن واحد نكورني دولة العثمانية وعهد ديسي ما ملئي سمات كعام كايل هيد وقت جينا ورد ما ده القصير كتشوتشين والله أعلم بالله توفيق.